الحمد لله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك وزِد وسلِّم وبارِك على الحبيب المُصطفى والنبي المُجتبى وعلى آله وصحبه، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يُرِد الله به خيرًا للذي يُريد الله له الخير، من يُرِد الله به خيرًا يفقهه في الدين. صلينا على رسول الله، وصح عن رسول الله أنه قال لابن عباس وهو يدعو له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فنسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من فضلك علما يا رب العالمين. اللهم يا رب، فرج كرب المكروبين، وأزل الهم عن المهمومين، واقض حوائجنا يا ربي. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في غزة يا رب. اللهم ثبتهم، اللهم قويهم، اللهم صوب رميتهم. اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ثم الصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأكارم، مع الحديث الثامن من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأربعين النووية. والله العظيم يا شباب، هذا الحديث وجلال الملك من كل ما قيل عن رسول الله، يحتاج الواحد منا أن يفقه معاني هذا الحديث. هذا الحديث يا إخواني صار قوله، يعني تجادل الناس فيه، واتهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من سمع الحديث فأنكره، البلاش منه خالص، صليتم على رسول الله، ومنهم من فهمه فهما خاطئا فتطاول فيه حتى على رسول الله صلى الله على رسول الله. جميل إخواني. والناس ينقسمون في هذا الحديث إلى ثلاثة أقسام: قسم سلم وقال إنه كلام رسول، كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب، لأن الحديث في أتم الصحة، ليس فيه مجادلة. رواه البخاري ورواه مسلم، رواه ما يقرب من 15 صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصل إلى حد التواتر. صليتم على رسول الله. هذا هو الفريق الأول الذين قالوا سمعنا وأطعنا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وقسم آخر يا إخواني في الله أنكره، قال الحديث ده باطل، اللي هو إسلام وإخوات إسلام البحيري وإخوات البحيري، صليتم على رسول الله، وابن عمه إبراهيم عيسى، وابن خالته مش عارف مين، وابن مين، أنكروا الحديث ده وقالوا هل الكلام يقوله النبي محمد هل يليق برسول الله الذي هو أرسل رحمة للعالمين أن يقول هذا الحديث؟ القسم الثالث ريح نفسه، قال يا جماعة بلاش منه الحديث ده، وحنثبت أنه هو بس من كلام النبي، بس بلاش تقولوه حتى مع الناس إلا في طلبة العلم. صليتم على رسول الله، يعني درسوه للناس اللي هم متخصصة عشان تفهم. وهؤلاء يا إخواني والله كذلك ما أصابوا يا إخواني، بل أخطأوا، بل بعد الصلاة على رسول الله. ما هو الحديث الذي تفهموا الليلة دي ولازم تحفظه كويس لما واحد يجادلك؟ نحن في عصر المجادلة بالباطل، نحن يا إخواني في الله عم فيه الجهل وزاع وبطل، وله قنوات مأجورة تدفع له وأموال يا إخواني. الله الله، وجلال الملك يا إخوتي، وجلال الملك، وربي أعلم على الكلمة التي أقولها أنا. ونحن في كلية الدعوة الإسلامية في الفرقة الأولى، دخل علينا أحد الأساتذة قال: يا أولاد، والله كده يا إخواني، والله يا أولاد، على فكرة إخواننا كلية الدعوة الإسلامية لا يتخرج منها إلا دعاء فقط، ما ينفعش تأذن بوظيفة مدرس، ما ينفعش، ما ياخدوكش مدرس، هي لا تخرج إلا دعاء. صليت على رسول الله، قد أكرمنا الله وجاد وتفضل علينا وأتم علينا النعمة أننا لحقنا بتلك الكلية العريقة الجميلة. صليتم على رسول الله. كان يقول الأستاذ: يا أولاد إياكم أن تبيعوا رسول الله، اوعى تبيع سيدنا النبي. الله، وإحنا لسه جايين طازة من الصعيد يا إخواننا في الله، هم في مصر بيبيعوا النبي محمد، مش فاهمين القضية يا إخوان. صليتم على رسول الله، الكلام ده في 97، صلينا على رسول الله. يا أولاد اوعى تبيعوا زوجات النبي محمد، يا أولاد حافظوا على عرض أمي عائشة.
والدكتور يتكلم وكان في السبعين من عمره يهتز ويبكي يا إخواني في الله، وإحنا مش فاهمين حاجة خالص، عايشين في مية البطيخ وخلاص بنصلي وكلام. لما كبرنا وتعلمنا فهمنا يا إخواني في الله أن هناك من ينكر السنة، صليت مع رسول الله، هناك من يقول أنا قرآني، صليت مع رسول الله، هناك يا إخواني في الله الحتة اللي تعجبه ياخدها والحتة اللي ما تعجبوش يقول عليها ضعيفة مش من كلام سيدنا النبي. كلما كبرنا وتعلمنا فجزاهم الله عنا خيرا. أما بالنسبة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا نتخيل أبدا أن أحدا يا إخواني، والله العظيم يا إخواني، والله القضية دي ما عرفناها غير لما وصلنا إلى القاهرة، صليت على رسول الله ونحن في الصعيد ما كنا نعرف ذلك، صلينا على النبي محمد، ما كان زمان التقدم وعملية نت وعملية 97، صليت على رسول الله. أن أم المؤمنين عائشة يتطاولون على عرضها، صح يا إخواني، بحجة محبة آل بيت النبي، صليتم على رسول الله، والله كذبوا يا إخواني، بل هذا بغض في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صليتم على الحبيب. الشاهد ما هو الحديث؟ مش هطول على حضراتكم في المعاني، بس انت محتاج الحديث ده، اسمع الحديث كأنك لأول مرة تقرأه. روى الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، عبد الله من ابن عمر ابن الخطاب، وفي حد يتكلم بعد الكلام ده؟ صليتم على رسول الله، والبخاري ومسلم، الله الله الله، وأصح كتاب النعم بعد كتاب الله هو كتاب الإمام البخاري، بدون مدادلة. دعك من هؤلاء السفهاء، لا حل، والله يا إخواني لا يطعن في البخاري إلا واحد من اثنين بس، إلا جاهل، إلا جاهل مجهال جهول في البطيخ يفهمش حاجة خالص. وهقول لك أحسن، تقول لي هو البخاري ده نبي؟ والله ما نبي. طب يعني هو معصوم؟ والله ما هو معصوم، صليتم على رسول الله. هقول لك دلوقتي ليه الإمام البخاري بس صلى على رسول الله، جميل إخواننا. يبقى مين اللي يطعن في البخاري؟ واحد من اثنين، إما جاهل وإما حاقد على سنة النبي محمد، مفيش حاجة ثالثة، مفيش حاجة ثالثة. وفرق بين الأمي والجاهل، هو الذي بعث في الأميين، صليتم على رسول الله. أما الجاهل دائما هو الذي يظهر أمامه الحق ولا يتبعه. لما قال موسى عليه السلام صليتم على رسول الله، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ردوا عليه قالوا إيه؟ قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون، مركز، قال أعوذ بالله أن أكون من مين؟ يا سلام، ما قال أعوذ بالله أن أكون من الأميين، إن أنا مش عارف حاجة، إنما قال أعوذ بالله أن أكون جاهل، أن أعرف الحق واتبع غير الحق، صليتم على رسول الله. طيب، روى الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب قال أن رسول الله تأكيد بعد تأكيد، قال أمرت، ده مين بيقول كده؟ سيدنا النبي يتكلم، أمرت سيد أخوي، أمرت أن أقاتل الناس. يا نهار أبيض، ده مين بيقول كده يا أخوانا؟ ركز أخويا، اللعب على المكشوف الآن، اللعب على المكشوف، طعنا في سنة النبي محمد. وعايز أسألك بعد ما تسأل السؤال وتسمعه، ماذا استفدت واللي تعرفه في الموضوع ده؟ سنك 40 سنة 50 سنة، لو عرض عليك هذا البيان كيف ترد في هذا الحديث؟ واوعى تقول وانا مالي، مفيش حاجة اسمها وانا مالي، صليتم على رسول الله. اسمع الحديث جملة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى.
لما تسمع الحديث ده الأول مرة كده ويضرب في دماغك ومش عارف يضرب فين تاني في دماغك، أمرت أن أقاتل الناس. ده مين اللي بيقول كده؟ هتدافع على الكلمة دي ازاي؟ فهمتها ازاي؟ فهمناها ازاي دي يا شباب؟ فين نودي الكلمة دي يا اخواننا؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طب نعمل إيه مع الآية دي؟ مع الحديث ده؟ مع مين يا اخواننا؟ مع قول مولانا لا إكراه في الدين. القرآن هو الصح ولا حديث سيدنا النبي هو الصح؟ ولا هم اتنين صح؟ هم اتنين صح؟ والله العظيم صح، إن هم الاتنين صح. بس عايز أفهم أنت فهمت إزاي؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهمتها ازاي دي؟ وايه تاني كمان؟ ويقيموا الصلاة. وايه تاني؟ ويؤتوا الزكاة. طب لو عملوا كده وأسلموا ودخلوا في الإسلام وصلوا، قال خلاص حسيبهم، عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم يوم القيامة على الله. لما تسمع لأول وهلة تحس إن قلبك وجعك فعلا، هو إزاي سيدنا النبي يقول الكلام ده؟ طب إيه معناه؟ معناه رب الكعبة أول مطلوب منك الأيام الجاية دي خاصة، أو والله كان المفروض من زمان بس خاصة في الأيام الجاية دي، تعلم يا حبيبي، تعلم يا حبيبي، اعطي نفسك جزء من الوقت ان تسمع عن الله وعن رسوله. ازاي سيدنا النبي يقول امرت ان اقاتل الناس ورب الناس بيقول عن سيدنا النبي وما ارسلناك الا؟ يا جماعه انتوا هتجننونا ولا ايه؟ هو جاي رحمه ولا جاي يقتل الناس؟ ادي اللعب على المكشوف. فواحد زي اسلام البحيري هيقول لك كده، اسلام البحيري بيقول لك كده، الحديث ده انا عايز افهم ده، هو يمسك لك الكتاب زي كده على هوا، الحديث ده انا جايبه من عندي، ادي كلام البخاري يا عم. شفت البخاري بيقولوا على النبي يا عم؟ يدخل البخاري يا حبيبي. انت سمعتش عن عبد الله بن عمر بن الخطاب؟ ليه لسأت بالبخاري مباشر؟ صل بنا على رسول الله. ازاي نخرج من المطب ده ابو اسماعيل ونطلع من الحته دي؟ موضوع بسيط. يبقى اول مطلوب ان تتعلم. صلينا على رسول الله. الامر الذي بعده، ركز في الكلمات، ان رسول الله قال امرت ان اقاتل الناس. المشكله فقط في كلمه الناس. هل مقصود أن النبي أمر أن يقاتل كل الناس؟ أنت بتقول أهو، لا والله ما فهمت حاجة أنت. أولا أمرت أن أقاتل، لم يقل أمرت أن أعتدي على الناس، صح؟ دي رقم واحد، كلمة أقاتل. اثنين، كلمة الناس قد تأتي كلمة الناس ولا يقصد بها كل الناس، لأنهم بيعلمونا يا إخواننا أن أفضل تفسير للقرآن تفسر القرآن بالقرآن، ركز، أو تفسر الحديث بالقرآن. إنك لما تتكلم في موضوع، في أي موضوع رايح تصلح بين واحد ومراته، تسمع من طرف واحد ولا تسمع من الاثنين؟ عشان تعرف تتكلم. كذلك لما تتكلم في اي موضوع لازم انك انت تجيب كل جوانب الايه الموضوع.
فقد يطلق لفظ كلمة الناس ولا يقصد بها العموم. إزاي؟ صل بنا على رسول الله. حنضرب مثل قول الله تبارك وتعالى في غزوة أحد بعد أن هزم الصحابة، ركز الكلام الجيد، وانتصر النبي في غزوة أحد. دايما أنا بقول كده، اللي تهزم الصحابة والذي انتصر هو النبي، لأن الصحابة خالفوا أمر مين؟ أمر النبي، فلما خالفوه هزموا وانتصر كلام النبي، صح ولا غلط؟ ركز الكلام الحلو ده، علموهن كده في الأزهر. لما جي للغزوة تقول انتصر رسول الله وهزم الصحابة لأنهم خالفوا أمر النبي، لأن كانت طامة كبرى لو انتصر الصحابة، لو انتصر الصحابة بمخالفة النبي مش كانت طامة؟ بعد كده ما كانش هيسمعوا ايه؟ كلام سيدنا النبي، صح؟ طب صل بينا على رسول الله. في غزوة أحد بعد أن حدث ما حدث وقتل 70 من أصحاب النبي، على رأسهم عم النبي وأخو النبي. الله، هو النبي الإخوات؟ الإخوات ولا يحب الناس المصحصحة دي؟ أخوه من الرضاعة سيدنا حمزة، أخو النبي في الرضاعة، صليتم على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قتل فيها سيدنا حمزة و70. لكن بعد الغزوة وجرح من الصحابة ما جرح ووقع في الأسرة ما وقع، صل بنا على رسول الله. أبو سفيان ما عجبهوش الانتصار كامل كده، لا طيب أنا غلطان، أيه خلاني سبتهم؟ من المفروض كان خلصت عليهم خالص. فاجتمعوا في مكان اسمه حمراء الأسد، حمراء الأسد قريبة من أحد، مكان اسمه حمراء الأسد، فقعدوا يتشاوروا مع بعض. بقول لك ما تيجي نرجع لهم، نرجع لمين؟ للصحابة ونخلص عليهم. ركز كله، أنا مش بصرح بيك، أنا بقول لك إن كلمة الناس قد تأتي ولا يقصد بها إيه؟ كل الناس. اسمع، أي فأخذوا الشورى والمشورة إن احنا نرجع لمين؟ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب نعمل إيه؟ فأخذ يفكر أبو سفيان حتى وجد عدد من الناس، قيل واحد فقط وقيل 3-4، وجدهم هم ممرين على المدينة رايحين اتجاه المدينة. فقال لهم أبو سفيان إلى أين؟ قالوا إلى المدينة، رايحين احنا رايحين نشتري ونبيعه، احنا طريق المدينة. قال لهم لي طلب عندكم، عايزين ايه؟ قال إذا مررتم على محمد صلى الله على سيدنا رسول الله نريد منكم أن توقعوا الرعب في قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال لهم نقول ايه؟ قال إذا وصلتم إليهم أخبروهم بأن أبا سفيان أتى بجيش عرمرم كبير العدد، ضعف ما كان في أحد، لسه احنا مخلصين عليكم امبارح وجاي لكم دلوقتي بكمان ايه؟ بجيش كبير جدا وأسلحة لسه طازة من F-16 وانت طالع، صليتم على رسول الله؟ جاي لكم بأسلحة ملهاش حل. جميل؟ كله ده يا اخواننا عشان يوقع الرعب مين؟ فعلا الجماعة دول سمعوا كلام أبو سفيان ووصلوا إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كم عددهم؟ كام؟ قيل واحد وقيل 3 وقيل 5، المهم عدد لا يتجاوز أصابع اليد. عددهم كام؟ قول 10. صليتم على رسول الله؟ اسمع، فوصلوا إلى رسول الله وقالوا يا محمد إن أبا سفيان سوف يعود إليك ومعه عدد مليش حل. ركز، ماذا فعل النبي؟ مهتز قلب النبي محمد فأنزل الله قوله، وده الدليل على أن كلمة الناس لا تشمل كل الناس. ركز، الذين قال لهم الناس، قال لهم ايه؟ الناس اللي هم كان عددهم كام؟ 3-4 و5-10، ولا كل الناس، ولا عدد من الناس، صح؟ ادي معنى يا اخواني ان قد تأتي كلمة الناس ولا يقصد بها كل. الذين قال لهم الناس، إن الناس اللي هم مين؟ أبو سفيان
وابو سفيان ده كل المشركين ولا عدد من المشركين وعدد من الناس؟ برضك عدد من الناس. قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله. ها؟ كلمة حسبنا الله دي يا إخواننا ده بريد مستعجل، دعوة وتفويض أمر إلى الله وخلاصة مخلصة. أقسم بالله لما تضيق بك الأمور وتتكالب عليك الأمور اقعد بس وخذ شوية أكسجين قبل ما يخلص الأكسجين وأطلقها كده، قل حسبي الله ونعم الوكيل. والله حسبي الله ونعم الوكيل، والله حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلمني، والله حسبي الله ونعم الوكيل في اللي افترى علي. دي يا اخواني معناها عارف زي عريضة بيكتبوها عند المحكمة كده فيها 50-60 كلمة كده. وكذلك تجمع الدعوة والتفويض والأمر إلى الله رب العالمين. فجاءت الإجابة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ده أول دليل على أن كلمة الناس. خذ مثل ثاني. قال ربنا تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وأذن في مين؟ وأذن في مين؟ في كل الناس؟ غلط. يعني نجي نقول يا جماعة يا نصارى احنا السنة دي رايحين الحج، اي نصراني عايز يروح معنا الحج يلا بينا، ولا هو مش مطالب بالحج اساسا لانه مش مسلم صح؟ يا بوذيين يا اللي بتعبدوا مش عارف ايه. المقصود بالناس هنا اهل الايمان من المسلمين صح يا عمي؟ صح ولا غلط؟ فهنا كلمة الناس لا يقصد بها ايه يا اخواني؟ كل الناس. ما ليه المقصود بالناس يا اخواننا؟ قالوا المقصود بالناس هنا، اسمع، قالوا المقصود أمرت أن أقاتل المعتدين. جبتها من فين دي يا أبو عصران دي أنت كلمة المعتدين دي؟ أنت بتألف؟ ما احنا قلنا لا، قلنا احنا من مفهوم الكلام حنفسر، قلنا كلمة الناس يقصد بها عدد من ايه؟ من الناس صح؟ والناس دول يا إخواني واحد من أربعة، واحد من أربعة. كلمة الناس تشمل مين؟ تشمل المسلمين صح ولا غلط؟ وتشمل يا إخواني في الله بعد الصلاة على رسول الله المشركين صح يا إخواننا؟ وتشمل المنافقين وتشمل أهل الذمة وأهل العهد والمستأمن. هذه الأصناف. هل مقصود كلام سيدنا النبي أمرت أن أقاتل الناس يدخل فيها المسلم؟ يدخل فيها المسلم ولا لا؟ يبقى طلعنا مين منهم؟ المسلم. ما ينفعش النبي هيقاتل المسلم برا. اثنين، المنافقين أبدا، كانوا عايشين معاه فين؟ في المدينة إلى أن مات وما قاتلهم. وهو الذي كان يقول يا إخواننا صلى الله على رسول الله، كان لما قالوا له يا رسول الله المنافقين عملوا منافقين تعال نقتلهم، قال أترضون أن يقال أن محمد يعمل إيه؟ يقتل أصحابه ويقتل أصحابه، هم في الظاهر بيصلوا معاه. فبرك طلعنا مين؟ المنافقين. ثلاثة، المشركين. طب ما كان عايشين معاه برضك 13 سنة فين؟ في مكة، ما قاتلهم صح ولا غلط يا إخواننا؟ جميل يا إخواني. بعد الصلاة على رسول الله. اثنين، مشرك عايش معك في نفس العمارة بيعبد شاء الله حتى الشمس ولا القمر ولا يعبد أي حاجة، هل يجوز لي أن أتطاول عليه؟ قالوا أبدا. ليه؟ بدليل القرآن، وإن أحد من المشركين استجارك اعمل ايه؟ فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يبقى مش كل مشرك يقاتل. جميل إخواننا. اثنين، مشرك ابن مشرك وليه عهد بيننا وبينهم، عهود ومواثيق دولية وغير دولية، ليه عهد، عهد الذمة اسمه، هل يجوز لي أنا أن أقاتله؟
ولو كان عدوي. هنضرب مثل شحط محض بيننا الآن وبين الصهاينة المجرمين، أسأل الله أن يرنا فيهم آية يا رب العالمين يا رب. لكن لو أن الصهيوني دخل علينا في مطارنا بفيزا وبتأشيرة ودخل وعطيناه العهد جاي لأي دولة إسلامية، هل يجوز لمسلم أن يعتدي عليه؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع؟ ينفع أخوي؟ ده هم شغالين دك في إخواننا في غزة، هو ديننا ده. قال مولانا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والنبي يقول ولا تخن. لو واحد خانك اتخونه اخوانا؟ لو واحد خانك ينفع تخونه؟ الست على الهوى مباشر في احدى المسائل الفقهيه بتكلم بتقول اصلا كان اخون تجوزي، راح الشيخ بيقولها ليه خستي يا حجه او يا مدام او يا اي مصيبه، قالت له اصلك هو خني فانا حبيت اخونه زي ما هو خني. اللهم ردنا الى دينك يا رب العالمين. من خانك اياك ان تخونه مهما كان، بس اذا مش معنى انك انت تسيب حقك. انا ليا 2000 جنيه عند واحد ومش عايز يدهمني، وقع في ايدي التليفون بتاعه، ينفع اخده قصاد ال2000 جنيه ولا ما ينفعش؟ ينفع ولا ينفعش؟ ها؟ ينفع ولا ينفعش يا اخوان؟ اللي يقول ما ينفع. ها؟ الله يفتح عليك يا عم. صحيح؟ ايوه. ينفع. انا ليه عندك 10,000 جنيه؟ وبتقول اللي معاك اعمل؟ يا عم انا اضعف منك والله، بس لو سمحت ما فيش. هل يجوز؟ اه والله يجوز. الخيانة المقصود بها خيانة أيها الإخوة الأكارم إنك تأخذ أقصر من حقك. الخيانة قد تكون في الشرف، في العرض، صليتم على رسول الله، أما في الحقوق قال مولانا وعاقبوا بمثل ما عوقبتم، صح ولا غلط؟ ولئن صبرتم لو خير. صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هل يقاتل أو يؤذى أو حتى يخذ له ألمين واحد دخل البلد وهو معاهد؟ لا يجوز. ولو كان محارب ودخل بعهد لا يجوز. مش كلامي، عارف سيدنا النبي يقول إيه؟ من قتل معاهدا او معاهدا، بالفتح او الكسر، اسمع، من قتل معاهدا يعني دخل بتأشيرة رسمية وبعهد، لا يرح رائحة الجنة. والله ما حيشم ريحة الجنة. طيب، في فرقة تانية كمان مستأمن. مستأمن ازاي؟ ان الراجل ده عمل وعمل وسوى وسوى، وبرضك دخل بوصل امان وتأشيرة امان، وكان من الاعداء ودخل وقال يا جماعة انا هدخل في امانكم. اتفضل عندنا، اتفضل تعالى بس، ونروح مسكينه وبعد ما نمسكه نعمل له ايه؟ نعمل له ايه؟ نكرمه. دخل بامان. سيدنا النبي يقول من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. شفت ديننا؟ يبقى يا أخواننا لا حيقتل المسلم كلمة الناس، ولا المنافق، ولا اللي بينه وبيننا عهد، ولا المستأمن. صحيح، صليتم على رسول الله. يبقى لم يتبقى معنا إلا واحد بس، اللي هو مين؟
المعتدي. بس شفت يا إخواننا الكلمة اللي بيضحكوا بها علينا، أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس، طلعت في النهاية أننا لا نقاتل إلا صنفا واحدا من الناس، ألا وهو من؟ المعتدي. الدليل قول مولانا تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ليه؟ إنه لا يحب المعتدين. صح. لن تجد أمرا في القرآن بالقتال كله، كل القرآن، إلا تجده قتال دفاع. اسمع ماذا يقول مولانا تبارك وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة، اوعى توقف، كمل، كما يقاتلونكم كافة. فين يا اخواننا؟ لن تجد ابدا آية في القرآن تأمر بقتال إلا للدفاع. حتى بيسمونه قتال يا إخواني في الله أو جهاد، صليتوا على رسول الله، جهاد الدفاع، وهو أمر مشروع. لن تجد أبدا في القرآن كله أن الإسلام يأمرنا بالقتال. أدي معنى يا إخواننا أمرت أن أقاتل الناس، أي أمرت أن أقاتل من يعتدي علي. والواقع أكبر دليل، أكبر دليل، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، ركز، من كان موجود في المدينة؟ من كان موجود؟ مين ومين؟ يهود. ومين تاني؟ ها؟ هم الأوس والخزرج، هم اليهود، صليتوا على في الأصل، يعني في الأصل الأوس والخزرج هم اليهود، اللي هم كانوا ثلاث قبائل: بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير، صح؟ وكان موجود نصارى في المدينة. ماذا فعل النبي محمد؟ عمل ايه؟ مرت سنة كاملة، كاملة فيهاش أي حاجة، النصارى بتعبد براحتها واليهود بيعبدوا براحتهم، وسيدنا النبي قاعد في المدينة، ما رفع سلاح لا على يهودي ولا على نصراني. ليه يا إخواننا؟ لأن النبي لما دخل المدينة عمل ثلاث حاجات، صليت معرفة، بنى المسجد، آخى بين مين؟ المهاجرين ومين؟ والأنصار، وعمل حاجة ثالثة اسمها الوثيقة المدنية. عمل كده يا إخواننا معاهدة بين المسلمين وبين غير المسلمين، أدي القضية. لكن اليهود هم يهود لا يستقيمون على طريق، وبالفعل بنو النضير تآمروا على قتل رسول الله على طول، فطردهم النبي. نقضوا ليه؟ لما قالوا للنبي تعالى خد دية المين اللي احنا قتلناه خطأ، فذهب النبي إلى ديارهم، فجلس النبي تحت بيت، قالوا نحن نجيب لك الدية، ثم خرج مجموعة على سطح البيت ليلقوا بالرحى على رسول الله، فجاء جبريل بأمر الله قال: قم يا محمد، لقد تآمروا على قتلك. فأمر النبي محمد بإيه؟ بخروجهم من فين؟ من المدينة، لأنهم نقضوا الإيه؟ العهد. بنو قينقاع ماذا فعلوا؟ تحرشوا بامرأة في السوق وقتلوا مسلم، فنقضوا العهود. لما دخلت إحدى النساء المسلمات لسوق الساغة وأرادت أن تشتري، فقام رجل برفع ثوبها فظهرت عورتها، فنادت وإسلاما، فدخل مسلم فتطاحن هو والرجل، أي تعارك، فقتله، ثم جاء آخر فقتلوا المسلم، فأمر النبي بإجلائهم. القبيلة الثالثة بنو قريظة، وفي غزوة الخندق خانوا النبي محمد. الشاهد أن النبي دخل وعاش معهم، وهم الذين نقضوا العهود، وما فعل النبي معهم شيء. الدليل واقعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، وقعت مكة فين؟ في قبضة سيدنا النبي، صح؟ ماذا فعل بهم النبي؟
وهم الذين أخرجوه وطردوه وفعلوا فيه ما فعلوا، ومع ذلك قالوا لرسول الله ماذا أنت؟ قال لهم النبي ما تظنون أني فاعل بكم؟ هعمل إيه فيكم النهاردة أنا؟ قالوا إخواننا، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم خلاص خلصانا، اذهبوا فأنتم، لما علق لهمش المشانق؟ يا رجل يا رجل يا أحبابنا، خاض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي المعارك، ولن تجد امرأة قتلت بعمد أبدا. خاض النبي المعارك وما قتل طفلا، خاض النبي المعارك وما قتل قسيس ولا حبر من اليهود، خاض النبي صلى الله عليه وسلم المعارك وما قتل رجلا عجوز، خاض النبي المعارك صلى الله عليه وسلم وما هدمت بيعة، هي بيعة اليهود، ولا هدمت كنيسة صليتم على رسول الله. هدق دخل النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة على الجميع يا إخواني، هذا وديننا، آدي معنى مفهوم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. لم أؤمر لأن أقاتلهم لأجل الإسلام، ده أنا ما جئت لهم إلا حفاظا من القتل صلى الله عليه وسلم. ثم إذا بالحديث له سبب، صليتم على رسول الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. قالوا أن سبب الحديث ده كما قال ابن كثير أنهم لما قالوا لرسول الله يا رسول الله قاتل المنافقين، قال كيف أقاتلهم وأنا، صليتم على رسول الله، كيف أقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله، كيف أقاتلهم؟ إنما أنا أمرت أن أقاتل من لم يقل لا إله إلا الله واعتدى. وقالوا أن هذا القتال هنا لمشركي مكة أو لمشركي جزيرة العرب كما جاء في التفسير. طيب أي دخل موضوع أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. قالوا يا إخواني أن لما تولى الخلافة سيدنا أبو بكر الصديق، لما تولى الخلافة ارتد الناس، فماذا فعل أبو بكر الصديق؟ أبو بكر الصديق يا إخواني في الله جهز جيشا لقتال ومحاربة اللي هم مين؟ اللي واحد صاحب يقول صح، مين إخواننا؟ أيوة بتوع الردة، أهل الردة، ومنهم من منع الزكاة. فقال سيدنا أبو بكر الصديق والله لأقاتلن كل من فرق بين الصلاة والإيه؟ والزكاة. قالوا احنا مش هندفع الزكاة دي تاني، ازاي يا جماعة؟ قالوا كده. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من امتنع عن الزكاة. في فرق بين أن يتكاسل وبين أن يرفض، خلي بالك للقضية دي. ما في ناس عايشة معنا ما تدفعش الزكاة، أولا لأن إيه؟ مش مطبق الحدود، صلينا على رسول الله. طيب في عهد سيدنا أبو بكر الحدود مطبقة، الذي يا إخواني في الله يمتنع عن الصلاة نسأله سؤالين، يا أبو عمو الصلاة دي مفروضة ولا مش مفروضة؟ قال مفروضة. طب صلي، صليتم على رسول الله، ولي الأمر مش الأفراد ولا المشايخ ولا العلماء، ولي الأمر يستتيبه ثلاثة أيام، قل له صلي، لا ما مصليش، صلي ما صليش، فالأمر يرجع لإيه؟ لولي الأمر. طب واحد قال ما فيش صلاة أساسي في الإسلام، لا أسيبكم من اللي بتضحكوا بيه على الناس ده، هذا قد أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. ولي الأمر يقتله حدا، صليتم على رسول، يقتله عفوا كفرا، يقتل في الشريعة لأنه رفض الأمر. كذلك لما رفضوا الزكاة سيدنا أبو بكر عمل إيه؟ قاتلهم لمنعهم للزكاة. جميل إخواننا. طيب طيب نختم الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعلوا عادوا إلى الإسلام وعادوا إلى الصلاة واعترفوا بالزكاة، قال عصموا مني دماءهم، لا يحق لمسلم أن يقتل أخاه المسلم، والكلام الطيب ده. وإن أشد الأمور يا إخواني وأشد الكبائر أن يقتل المسلم بدون ظلم من أخيه المسلم طبعا. قال مولانا، قال ربنا تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم
خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل مسلم. قال رسول الله: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم. يختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيقول: قال صلى الله عليه وسلم: فإن فعلوا ذلك قبلت منهم وعصمت الدماء والأموال. طيب، إلا بحق الإسلام. يعني بحق الإسلام الزكاة واجبة، يبقى واجب عليك أن تخرج الزكاة. طب معنى كلمة وحسابهم إلى الله، أي أننا يا أخوانا دي قاعدة عامة، نقبل من كل واحد الظاهر منه، أما الباطن فنتركه على مين؟ على حسابه على الله تبارك وتعالى. هل يا إخواتي في الله كل من نطق وكل من صلى وكل من حج وكل يا إخواني من فعل، هل نضمن له أن يدخل الجنة؟ ولا أمر موكول إلى الله رب العالمين؟ صليتم على رسول الله؟ كذلك يا إخواننا كل من عصى ولكن مات على التوحيد، هل معنى ذلك سوف يخلد في جهنم؟ نترك الأمر لمن؟ لله. الجنة لله، والنار يا إخواني يعذب بها ربي من يشاء، لكن الأمر كله يعود إلى من؟ إلى الله رب العالمين. بس مش معنى ذلك أن يا إخواني في الله أن نقول كل حيدخل الجنة حتى غير المسلم حيدخل الجنة، هذا الكلام لا يجوز شرعا أبدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا وكبه الله في نار جهنم. صليتم على رسول الله؟ أيوة إخواننا، القاعدة ثابتة بإذن الله. فنسأل الله تعالى السلامة أيها الإخوة الأكارم. يبقى إذن يا إخواننا خلاصة الكلام، لما تسمع هذا البيان من رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس، يبقى المقصود بلفظ الناس مين؟ مين يا إخواننا؟ مين؟ المعتدين، المعتدين فقط. أما ما عدا ذلك نصراني يهودي أيا كانت ديانته لا يحق لأحد أن يتعدى عليه أبدا. قالها ربنا تبارك وتعالى: لكم دينكم ولي دين. لا إكراه في الدين يا إخواننا في الله. صليتم على رسول الله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله إخوان. ونسأل الله أن يعلمنا في ديننا وأن يرزقنا العلم وأن يبارك فيكم أيها الإخوة الأكارم. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا من فضلك علما يا رب. اللهم لا تخرجنا من بيتك إلا وقد غفرت لنا يا رب العالمين ورحمتنا وتقبلت منا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام أن تنصر إخواننا المجاهدين يا كريم يا ربي في فلسطين وفي غيرها. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين وذل الشرك والمشركين. أسأل الله أن يسعدكم ثم يسعدكم ثم يستركم ثم يستركم وأن يجمعني بكم على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم.